لكن خلوني اخد على تليفون ناقدنا الرياضي الكبير استاذ طارق رمضان. استاذ طارق مساء الفل واهلا بحضرتك. مساء الخير يا دكتور ايهاب واهلا بكل المشاهدين. هي اللائحه فين؟ قول انا سامع. كل اذان صاغيه. اما سالنا اللائحه فين للجنه الاولمبيه قال لك والله يا ابني لا يسترك ما عندي لائحه ولا شفتها ولا اعرفها. طب سالنا اتحاد الكوره قال لك والله انا بعتها للجنه الاولمبيه فما اعرفش طريقها فين. فبالتالي احنا اللائحه فين؟ ما هي لازم تروح للجنه الاولمبيه عشان تمضي عليها طبقا للقانون وتنشر في الوقائع الرسميه عشان تعمل انتخابات. تمام. لان النهارده اتحاد مثلا العاب القوى اعلن عن وجود انتخابات يوم 27، اتحاد الباسكت تم انتخاباته الدكتور مجدي ابو فريخه، اتحاد السباحه السيد ياسر ادريس، والفروسيه الدكتور الفروسيه هشام حطب خلاص بالتزكيه. يعني انت بتتكلم على انتخابات في كل الاتحادات ومنها ضروريا ان يبقى اتحاد الكوره. طب مدينا 3 شهور ليه؟ عشان ندور على اللائحه ثم بعد كده نبقى نعمل انتخابات، والثلاث شهور هيمدوا وهيمروا ومش هتعمل انتخابات. ليه؟ لانك احنا بنلف حوالين بعضنا، احنا عاجبنا الوضع كده، زي ما انت بتتكلم كده لوائح البند 4 ده اللي انت بتتكلم عليه لما اتكلمنا فيه هتلاقي بعده على طول البند 5. البند 4 حتى اللي كاتب اللائحه، انا عايز اقول لك على مفاجاه، اللي كاتب اللائحه قال لك والله ما اعرف البند 4 انت جبتوه منين، انا بقى على البند 5 بند يعني بص. وبعدين اللوائح دي كلها لا تعني شيء. في حاجه دكتور يمكن انا كتبت موضوع في الهرم الرياضي عنها اسمها اللائحه العليا للاتحاد. اللائحه الاتحاد دي هي اللي بتحدد كل حاجه، زي ما كده بتاجل الدوري، زي ما بتاخد قرار الاسعاف، زي اي حاجه. يعني هقول لك على حاجه بسيطه كده يمكن لقطها. فرع القاهره بالاتحاد المصري كره القدم بيعلن عن اكاديميه وبيقول لك انا عايز لعيبه تشارك. انت شفت طول عمر يعني في اتحاد بيعلن على بيعمل اكاديميه ويدور على لعيبه وهو يدير جميع اللاعبين في مصر وجميع الانديه في مصر اللي عندها ملايين الناشئين. اثنين مستر فينجادا، يعني مستر فينجادا البروف الكبير اللي جاي بياخد فلوس مننا عشان يحط تطوير الكره المصريه، بيروح يدي برايفت يعني بيروح يدي بحضرات خاص. يعني انت هنا قدام زي ما انت بتقول كده احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل، مش عارفين ايه اللي بيتم. طب ازاي بتدار الكره المصريه؟ النهارده انت بتاجل الدوري، طب بتاجله ليه؟ مع انك انت متفق مع الانديه اتفاق زي ما انا سميته كده اتفاق سري ان انا ارجع لكم اللعيبه حتى لو المنتخب كمل. فما رجعتش اللعيبه فبالتالي الانديه اعترضت وبالتالي انت اجلت. طيب وبعدين زي كده اما بنطلع نقول ايه وصيف الكاس، سيبك من اسم اي نادي، وصيف الكاس هيشارك في ازاي وانت السنه اللي فاتت باعت الاربعه بتوع مسابقه الدوري ازاي ولوائح الاتحاد الافريقي كلها اتغيرت وما فيهاش وصيف كاس، فازاي انت النهارده بتيجي تقول يحق؟ طب انت بعت؟ لا ما بعتش. طب انت عملت؟ لا ما عمل. اللي هي نوع من ايه؟ احنا نغلوش على تاجيل الدوري على مخالفه اللوائح بقصه كده عشان نطلع نتكلم فيها كلنا انا وحضرتك والدنيا كلها تتكلم ايه مين اللي هيروح افريقيا. فتبدا خناقه جديده لا زي ما انت بتقول كده بالونه اختبار. خليني ارجع معاك تاني مره تانيه. فضل. ازاي لائحه نظام اساسي الجمعيه العموميه اقرتها ومش لاقيينها؟ يعني حد يفصل لي ارجوكوا حد احسن انا عقلي راح. يعني واحنا يا جماعه احنا ايه مطار سري؟ لائحه سريه مش عارفينها موجوده في اللجنه الاولمبيه ولا في وزاره الشباب والرياضه ولا في اتحاد مصر كره القدم؟ بقى لنا اكتر من سنه جايين عشان نجري ايام السيد عمرو الجنايني كنا نقول له ده ماسكين في الكراسي ومش عاوزين يعملوا انتخابات عشان يستمروا. طيب مش عمرو الجنايني بقى له سنه فين الانتخابات؟ قلنا الدوره الاولمبيه الاتحادات اعلنت فين الانتخابات؟ فين اللائحه اللي هتجرى على اساسها الانتخابات؟ في ريبه في الموضوع وفي امور كتيره جدا غلط في الموضوع. لان احنا مش عايزين انتخابات، احنا عايزين نقعد كده. يعني نقعد كده اكبر اتحاد فترة. اكبر اتحاد قاري واكبر اتحاد عربي يبقى تحت الوصايه وصايه الاتحاد الدولي تنظم مقاولاته واحنا تحت الوصايه والتطبيع؟ الله ينور عليه. هو مين اللي بيخطط للمئويه؟ ما فيها دكتور حاجه كده اسمها ايه؟ اشارات. مين اللي بيخطط للمئويه؟ انا قلتها قبل كده حساس مين اللي اتفضل اتفضل
مين اللي بيخطط للدوري السنة الجاية؟ لجنة الثلاثية. مين اللي بيقرر مين اللي هيروح أفريقيا السنة الجاية؟ لجنة الثلاثية. فبالتالي أنت أمام واضح وصريح أن اللجنة الثلاثية يعني صعبان علينا أن احنا نسيب الأمور للاتحاد المنتخب، مش عاوزين نسيبه؟ شوية كده لسبب بسيط جدا، عشان المقاوية؟ مش عشان المقاوية يعني. أنت يوم الحد اللي 1 أغسطس هتفاجأ بقرار ان مثلا ايه حاله مجلس الزمالك للمحكمه اللي هو المستبعد مثلا، فهتلاقي بعد كده الاستاذ حسين لبيب هينزل الانتخابات بتاع نادي الزمالك عشان يفوزها. كل الترتيبات دي محتاجين فيها اتحاد الكره اللي هو يبقى في الوضع ده لحد ما ننتهي من هذا الترتيب في الانديه وفي كل الانديه بقى، عشان هتجرى كل الانتخابات. خلي بالك انتخابات الاهلي، انتخابات الزمالك، انتخابات يعني في مجموعه كبيره جدا من انتخابات هتتم السنه دي في شهر 11، انتخابات النادي الاهلي يعني في اخر شهر 11، انتخابات الزمالك في شهر 8. اعاده هذا الترتيب، هو النهارده لو جاب مجلس منتخب، المجلس المنتخب ممكن ما يتوافقش مع هذا الترتيب، فبالتالي احنا نمد شويه، لانك انت بتتكلم في 3 شهور يعني 8 9 10، ثم داخل على 11 انتخابات يعني 8 تجرى انتخابات الزمالك واكثر الانديه، 11 انتخابات النادي الاهلي. فبالتالي امال الاتحادات الثانيه عملت الانتخابات على اي اساس؟ ما انت عندك كل الاتحادات شغاله. الاتحادات هي اللجنه الاولمبيه اللي بتقرر، ما هو خلي بالك من حاجه، كل الاتحادات اللي عملت دي تبع اللجنه الاولمبيه، كل الانديه اللي هتعمل دي تبع وزاره الشباب والرياض. احنا قسمنا الحكايه، اتحاد الكوره، اتحاد الكوره لانه الاهم والاخطر والاقوى وكل اللي انت عايز تقوله قوله ده مع الوزاره واللجنه الاولمبيه في نفس الوقت. فبالتالي النهارده متوافق بين الوزاره واللجنه الاولمبيه على ان اتحاد الكوره نستنى عليه شويه، يعني نهدى عليه شويه. فبالتالي انت النهارده مش هتقدر تجيب اللائحه، وحتى لو جبت اللائحه هيبقى فيها تعديلات، فتجرى عليها تعديلات مره ثانيه، ثم ترسل للاتحاد الدولي مره ثانيه، ثم من الاخر من الاخر من الاخر يعني. من الاخر اللائحه بتتظبط لعدد معين لدخول الانتخابات، وانا بقولها بصراحه اللائحه بيتم تظبيطها عشان سين وصاد ودال يبتعدوا على الانتخابات باي طريقه كانت، لانه واثقين في نجاح الناس دي، والباقي اللي احنا عاوزين نجيبه هنفصل عليه لائحه. وللاسف الشديد طالما احنا ماشيين في نفس المحك مش هنتقدم خطوه واحده للامام. الرياضه بتدار وفق منظوم علمي واكاديمي صح، واحنا لغايه دلوقتي ماشيين بالاهواء وشايلني وشايلك، وانا عاوز مين ومش عاوز مين، وطول ما احنا ماشيين في الخط ده كل سنه وانت طيب. انت النهارده رايح تقول للكاف بعد اذنك بس اجل لي اللي بعد القرعه عشان ابعت لك الكاف، مفيش دعوه. الكاف بيقول لك يوم 13، القرعه عندي يوم 15، فحدد لي فخلص، وانا اللي ارفض وانا اللي اقبل. فانت النهارده مشغل نفسك اللي هو انا إيه؟ انا هناقش مع ضيوف النهارده كمان موضوع روابط الانديه. مش احنا قلنا اللائحه دي قالت ان في رابطه انديه بتدير وراهنكم لو طلعت رابطه الانديه دي؟ مفيش روابط. انا بقول لك دلوقتي مفيش روابط، لان انت بتنتقل لمرحله تانية اللي هي مرحله الشركات، فالشركات ديت يعني هيبقى لها رابطه هي نفسها. فانت النهارده لسه هتقول لي رابطه الانديه، اي رابطه انديه؟ هل الانديه بتاعت الشركات ولا الانديه العاديه؟ فمدخلك في دوام، فبالتالي مفيش روابط. انا معاك. انا بشكرك شكرا جزيلا صديقنا العزيز نقيبنا الرياضي الكبير استاذ طارق رمضان.